إذا وقع الداعية في بدعة ودعا الناس إليها هل يجوز التحذير منه أم أنه يقتصر فقط على تبيين الخطأ؟ ما فهمت سؤالك. هل إذا وقع الداعية في بدعة ودعا الناس إليها هل إذا وقع الداعية في بدعة ودعا الداعية في بدعة؟ شلون داعية ويقع في بدعة؟ إذن كيف يدعو وهو يقع في البدعة؟ لأنه جاهل ما تعلم ما هي البدعة وما هي السنة، لازم يتعلم أول. طيب لا جادلوك وش تقول ترد عليهم إلا بالعلم؟ جادلهم بالتي هي أحسن، وش ترد عليهم إلا بالعلم؟ إلا سألوك عن مسألة كيف تفتيهم وأنت لست بعالم؟ تقول ما أدري، يقولنا جل شوله تدعو إلى الله إلا صرت ما تدري. هل يتعرض للدعوة لازم يكون متعلما عارفا كيف يجيب الناس وكيف يجيب على أسئلتهم وكيف يجادل من لا يقبل ويعترض بالشبهات، ولا يفشل أمامهم وينتصر عليها الخصم؟ نعم.